أنا يعني أخدت نمط حياة غير، صرت عم شوف الأشياء كتير أوفر، بس للحقيقة هي عن جد كتير أوفر، كتير كتير أوفر كتير. هلا أهم شي بدي من الشباب ومن الصبايا يلي بيعملوا دايت. جابت لها الاسوارة من 4 سنين. اي ثانك يو لما جابت لها الاسوارة من 4 سنين نزلتني فيها. شو بياكلوا لما يكونوا عاملين دايت؟ شو لازم اكل؟ وقفت سكر وملح، صرت فيجو. عم برعود. لا انا سمعت شو قلتي لي تسمعتي. ضل تذكرني بقصص قديمه بترجعني ذكريات 10 سنين. ولا لا كانت حلوه. طيب انا من زمان كنت احب هاي العطر، ما تصير لي وجه، كنت احب هاي العطر وايد، بس كان شوي كان اجاني كادو ما حبيته. ايه فكان شوي غالي، ما كنت اقدر عليه. تعرفون الواحد يوم يكون صغير يعني كان وقت خارج امكانياتها الماديه. ايه كان فوق طاقته.